واحد بيقول ما رأي قداستكم في مواقع الأقباط الخارجية على الإنترنت؟ أنا مش دارسها في الحقيقة، يعني محتاج أدرس الحاجات دي عشان أقول رأيي، كما إن ما عنديش وقت أقعد أتابع الإنترنت. لو قعدت أتابع الإنترنت مش هلاقي وقت ليه كنت ولا للكنيسة، وهيضيع وقتي. انتوا تابعوا وقولوا لي. واحد بيقول ما هو الفرق بين الإدانة والتوبيخ؟ مثلا اذا اخطأ خادم بتصرف يعثر الاخرين، هل اذا واجهته يعد هذا إدانة؟ في الحقيقة يتوقف الامر على روحك في الكلام، بتتكلم بأي روح. إن كنت بتتكلم بروح شديدة وبنقد وبإهانة وبتجريح بالنسبة للخطأ هيتعب منك، لكن إذا كنت بتتكلم بتواضع وبهدوء مش هيجر حاجة. زي واحد يقول للخادم في غلطة بنقع فيها كلنا ولازم ناخد بالنا منها، وهو يقصده هو، والتاني يعرف ان الكلام بهدوء وبذوق. دايما مش الفاظ الكلام اللي بتتقال بقدر ما روح الكلام بيبقى شكله ايه، وبيبان جدا اذا كان في واحد بينصحك بمحبة وتقبل منه، وبين انسان بيوجه باحتقار بتوجيه بتجريح بإهانة وحاجات زي كده. فرق كبير بين دي ودي. زي مرة واحد سأل أحد الآباء وقال له ليه بضرب المطانية للأخ فلا يقبلها مني؟ قال له ذلك لأنك بتضرب المطانية بكبرياء فما بيقبلهاش مني. في فرق بين واحد بيضرب مطانية بشعور بالخطأ بالانسحاق، وبين واحد يبقى هو يا اخي اتفضل عايز مطانية، ادي مطانية ما تقبلش منه.